كده لا ضرايب هتسألنا ولا حد هينخور ورانا. مبروك يا مازن. اهلا، ازيك يا فخت العرب؟ امسك امسك امشي امشي امشي. ده ايه البرتقانه اللي دخلت علينا دي؟ كنت عارف ان انت مش هتسيبني لوحدي في ليلتي. طبعا لازم اجي ابارك لك على الغساله. غساله ايه؟ غساله غسيل اموال. مش انت عامل المشروع ده عشان تغسل الاموال اللي هتجيلك من اللعبه؟ انت بتتريق عليا يا فخت العرب، ما انت يومين وهتعمل زي. انا عامل زيك يا فاشل؟ مستحيل طبعا. مستحيل طبعا، لان انت عمرك ما هتكسب، فعمرك ما هيجيلك فلوس، فعمرك ما هتغسل. انت اصلا اديتك المصروف ولا ايه؟ معاك فلوس تروح؟ مظبوط. ايه ده؟ رد رد قبل الدقيقة. أهلا بيكم يا حلوين، عجبني قوي التحدي اللي فات. كان ممتع وضحكني. مبروك يا مازو، هارد لك يا وسيم. التحدي المرة دي ممتع برضو. انت بتبص فين؟ انت معاك واحد زيه. جاهزين للتحدي؟ المهمة الجديدة سهلة قوي. مين فيكم اللي هيقدر يتجوز الست اللي ساكنة في الدور السابع شقة 14 في ظرف 48 ساعة؟ ألطف. وطبعا مش هوصيكم، الجواز يكون رسمي وعلني، وهديتكم المره دي ربع ارنب. مش خساره فيكم. يلا بقى وروني ايام الشقاوه والحب بتاع زمان. جود نايت. انا منسحب. مبروك عليك التعادل معايا. مبروك عليا التعادل؟ ايه مبروك عليك انت الفوز طبعا. انا مستحيل اعمل كده يا مظهر، انا بحب مراتي ومستحيل اخونها. وانا كمان. انت كمان ايه؟ بتحب مراتي؟ لا يا عم، انا كمان مستحيل اتجوز على شيماء. وهتجوز مين؟ الطف؟ ده انا بكرهها اكتر من الصرصار اللي هو اللي بيطير. عارف الصرصار اللي بيطير الاسود ده؟ ده زفت مقرف. بكرهها اكتر منه. هتجوز على شيماء؟ ده شيماء تنفخني فيها يعني، انا مقفوله عندي من ناحيتين. انما انت بصراحه فرصتك الصراحة وسو الست مش وحشة قوي يعني، انا لو منك هتجوزها. لا بس طب تخيل. بس يا مازو تخيل نفسك وانت متجوز. لا لا ما تقولش كده والله. تخيل في الدنيا. ما تقعدش تقول تخيل. بتخيل يا مازو بس. ايه نعرف ده؟ فرصتك تعوض. اعوض؟ انا هتعور كده؟ لا بقول لك ايه، الست دي كل ما تشوفني بتشتمني بالام، وهي اصلا اكبر من امي. يا عم ما تفكرش في الحاجات دي، فكر في المكسب، في التعادل معايا، في المصروف اللي بتاخده من مراتك، في الطبيخ اللي بتطبخه كل يوم. ايه يا مازو العبط اللي انت بتقوله ده؟ انسى يا مازو انسى. لو انا وانت حتى وافقنا، شيماء واسراء هيسيبونا نلعب؟ مستحيل مستحيل طبعا. ده انا اصلا مش عارف هقول لهم التحدي ده ازاي، ومش عارف هروح ازاي. مازو بقول لك ايه، ما تجيب فلوس التاكسي. معيش. طب تعالى وصلني. يلا. ايوه طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ الست الطاف. الطاف شقه 14. ايوه مالها؟ يعني ايه مالها؟ اللي يتجوزها يا حبيبتي، ايه اللي يتجوزها فينا؟ يا جماعه مش هيتجوزها بس. هي دي شويه؟ اه عادي. طب ايه؟ ايه ايه يا حبيبتي؟ انت بتفكري في انت كويسه؟ كويس الصدمه اثرت عليها؟ هتقولها كمامه يا جماعه، كمامه اكسجين بسرعه. وسيم وسيم ايه بس؟ انت ايه اتجننتي ولا ايه؟ انا مش فاهم. بصي في عينيا هتعيشي. بصي في عينيا اسراء. بصي انت اتجننتي ولا انت عبيطه؟ انا مستحيل اخليكي تعيشي مع دره، حتى لو كانت دره اللي هي الممثله. دره ايه وبتاع ايه؟ انا ولا الف واحده تاخد مكاني. يلا اكبر واتجوز وبطل هبل بقى. في ايه؟ ايه ده؟ انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللعبه عمتك خلاص. انا لحم ودم. اذا كان مازو كلب اللعبه نفسه مش هيعمل كده. مازو كلب اللعبه كده كده كان هيخسر، انما انت مفيش واحده ما تحبكش. وسيم انت غير عادي، انت غير اعتيادي، انت استثنائي. وانت عادي يا مازو، عشان خاطري انا عايز العب قوي واكسب. انت هتتجوزها، نكسب، تصحى من النوم تطلقها وخلاص كده وكده يعني. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هي اللعبه ايه؟ عمتك؟ انا لو كنت جيت لك قبل اللعبه قلت لك ان انا هتجوز عليكي كنت هتعديها عادي؟ اه عادي هوافق. ما انت كده كده تاني يوم هتطلقها، وبعدين دي الطاف. الطاف يعني مفيش خوف منها خالص. مش هستحمل، مش هستحمل. الطاف دي انا بكرهها اكتر حاجه في الدنيا، بكرهها اكتر منك، قصدي بكرهها اكتر من اي حاجه. لا يا شيماء مش هتجوزها. هتتجوزها وهنكسب ان شاء الله.